السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات. اللي ما اشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي نقدمها الفترة الجاية إن شاء الله. النهاردة موضوع الحلقة هنتكلم عن أهم العلامات الجسدية لما تشعر بها اعرف أن الشخص الآخر بيفكر فيك. علامات بتطرق على جسمك، علامات جسدية بتلاحظها في جسمك المادي، لو ظهرت عليك تأكد 1000000% ان في شخص بيفكر فيك، وهذا الشخص هو اللي شغل تفكيرك، هو اللي انت بتفكر فيه طول الوقت بشكل لا ارادي. اول علامة معانا وهي علامة الصداع المتكرر بدون سبب. يعني انت هتبقى صاحي من النوم، المفروض الانسان بيبقى صاحي من النوم في حالة راحة مسترخي، لا انت بتصحى من النوم حاسس ان في صداع مسيطر عليك. الصداع ده نتيجته ايه؟ الصداع جالك من هجمات تفكير الشخص الاخر عليك، في طاقات بتتوجه لعقلك وانت نايم، في طاقات وفي شحنات من الطاقة بتوصل لعقلك. هذه الشحنات بتعمل ايه؟ بتخلي العقل اللاواعي على طول في حالة نشاط، ولما العقل اللاواعي بيكون في حالة نشاط على طول هذه الترددات بتتنقل للعقل المادي حتى لو انت في حالة استرخاء. فلما بتصحى من النوم عقلك بيكون متعرض لهذه الشحنات قبل ما تصحى، فلما تصحى تحس بصداع. طب انت ما كانش فيه شيء يستدعي هذا الصداع. يبقى اول علامة معنا الصداع المتكرر بدون سبب، يعني ملوش سبب. تاني علامة معنا عدم التركيز. هتلاقي نفسك مش قادر تركز في عملك، مش قادر تركز في مذاكرتك، مش قادر تؤدي الأعمال بشكل كما كنت بتأديه من قبل. يعني انت قبل كده لما كان بيبقى قدامك مشروع معين بتعمله، مذاكرة معينة، شغل معين، انت كنت بتعمله على أكمل وجه، لكن في هذه الفترة هتلاقي نفسك مش مركز، في غلطات. يعني حتى لو بتذاكر هتلاقي نفسك مش بتتقن في هذه المذاكرة، على طول الشخص بيجي لك. ليه؟ عدم التركيز بسبب التفكير اللا إرادي في الشخص. الشخص على طول في بالك، الشخص عامل لك تشويش في عقلك المادي وعقلك اللاواعي. يعني ايه تشويش؟ مش بيخليك تقدر تركز. يعني حتى لو بتذاكر، حتى لو بتشتغل في اي شغل، مش هتركز في الشغل، ممكن يحصل اي غلطات، او هتحاول تنجز الاعمال بشكل سريع غير متقن. يبقى علامة عدم التركيز وعدم الانتباه علامة بتؤكد لك ان في طاقات بتتوجه لك من الشخص، وهذا الشخص اللي شغل تفكيرك هو اللي عامل لك هذا التشتت وعدم التركيز وقلة الانتباه. هتلاقي عندك في شحوب في الوجه، يعني هتلاقي تحس ان روحك يعني وشك كده ما عادش منور زي الاول. الانسان طاقته بتبان على طول على وشه، اما الانسان بيبقى طاقته ايجابية بتلاقي وشه على طول منور، ولما تلاقي طاقته سلبية، طيب انا طاقتي سلبية ليه؟ طاقتك سلبية لانك بتتلقى دفعات، لان هذا التفكير اللا ارادي في هذا الشخص عامل لك تشتيت انتباه، عامل لك قلة تركيز في سهر وتفكير في الشخص. السهر والتفكير بيعمل شحوب في الوجه، هالات تحت العين من كتر السهر ومن كتر التفكير. هتبص في المراية هتلاقي في شحوب جامد في بشرتك، هتلاقي هذا الشحوب ظاهر عليك جدا، حتى اي حد هيلاحظ ويقولك مالك شكلك متغير اليومين دول من السهر، من كتر التفكير في هذا الشخص، من كتر التفكير في هذا الشخص بقيت بتعمل عادات سلبية كتير، وهذه العادات السلبية بتطرق على وجهك. كل الشحنات السلبية بتنعكس على الوجه، على الملامح، تحس ان عينك يا اما حزينة يا اما فيها فرحة، بتنعكس على طول تلقائيا، وهتلاقي الناس بتقولك على طول. العلامة اللي بعد كده وهي رفة العين. هتلاقي عينك بترف مرة واحدة وبشكل فجائي،
وانت مش متعود على هذه الرفة، يعني ما كانتش بتجيلك، ممكن الرفة دي ما كانتش بتجيلك خالص، وفجأة بتلاقيها بتحصل لك. تأكد ان هنا في طاقات بتوجه لك وفي شخص بيفكر فيك. طيب حد هيسألني سؤال يقول لي هل جسد الانسان المادي بيتأثر بتفكير الشخص؟ نعم بيتأثر، جسد الانسان المادي بيتأثر جدا، ده بيترجم هذه المشاعر. ممكن تظهر هذه الترددات في شكل بقعة تظهر لإنسان، حباية تظهر في وجهه، نغزة في قلبه، رفة في عينه، تعب في معدته، ألام في البلع، ألام في المعدة. طبعا بتأثر على الإنسان بشكل كامل متكامل، لكن بتختلف من فرد إلى آخر. هذه العلامات الجسدية بتطرق على جسم الإنسان. أنا بتكلم عن العلامات الجسدية اللي بتحصل لك لما شخص بيفكر فيك، مش علامات جسدية أنت بتعملها لما بيكون الشخص قريب منك في المسافة. لا، أنا بتكلم على إيه اللي بيحصل للجسم المادي لو حد فكر فيه، تأثير الطاقة وتأثير التفكير وتأثير هذه الشحنات من الطاقة والمشاعر على جسد الإنسان. طبعا الجسد أول شيء بيتأثر، التفكير والحب طاقة بتتنقلك وبتأثر عليك. أول شيء بيتأثر الجسم الأثيري وبعدين الجسم المادي. الجسم المادي بيبان عليه العلامات، بيبان عليه العلامات، لكن الجسم الأثيري بتحسها في طاقتك، بتحسها في طاقة جسمك وفي روحك. أما الجسم المادي بيتلقى هذه الإشارات ويترجمها على هيئة شيء مادي، والجسم الأثيري يتلقى الإشارات ويترجمها على هيئة شيء طاقي بيحصل في طاقتك، في شعورك، في إدراكك الحسي. زي طاقة الحسد بالظبط، طاقة الحسد ما بتأثر على الجسد، طاقة الحسد مميتة، الحسد ممكن يموت إنسان. العين فلقت الحجر فعلا، يعني إنسان ممكن تحسده تأثر عليه يحصل له أي مشكلة في جسمه عادي. فالجسد بتأثر جدا، من أقوى الأشياء اللي بتتأثر، كمان أقوى من الجسم الأثيري الجسد المادي. علشان كده بقول لكم ما تفكروش في أشخاص كتير، علشان هذا التفكير بيأثر على جسمهم المادي، بيأثر على روحهم، بيأثر على جسمهم الأثير. توازنوا في التفكير، تمنوا لبعضكم الخير. يعني لما تيجي تفكر في إنسان فكر فيه بطريقة زي ما قلت قبل كده، بطريقة متوازنة، بطريقة ما تضروش. كتر التفكير ما تقولش أنا بحبه وبفكر فيه عشان أنا بحبه، لا، ممكن هذه الطاقة تتقلب، تتقلب إلى طاقة حسد، أو أنت مستكتر عليه، أو أنت حامل ضغينة جواه أنه هو مش بيعترف لك بحبه، أو أنه هو حاسس أنه هو متجاهلك، فأنت تبدأ تزعل منه، تبدأ تحس أنه هو لا ده أعلى منك، فتتحول طاقة الحب إلى طاقة غيرة وإلى طاقة حسد فتأثر على الإنسان. علشان كده بقول لكم يا جماعة فكروا في بعض، لما تيجوا تفكروا في بعض بتوازن، بعقلانية، بعقلانية. خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط في كل شيء. لو وزنت أمورك على هذا الشكل وعلى هذه الشكلة أن خير الأمور الوسط في أي شيء، صدقوني لا هتضر نفسك ولا هتتعب نفسيتك ولا هتتعب نفسية الشخص الآخر. ما أنت برضو لما تبعت له طاقات هو هيرسلك طاقته، هيأثر عليك، فانت كده يعني عملية تبادلية، بنأذي بعضنا البعض. فكل انسان يقتصر من ناحيته شوية. الانسان علشان يرتاح ويريح غيره يحدد اهدافه، يعرف هو عايز ايه. 1 2 3 والله انا بفكر، لقيت نفسي بفكر في اشخاص، احاول اغير من نفسي عشان انا ما اتعبش ولا غيري يتعب، مرهقش ذهني ولا ارهق ذهن غيري بالتفكير والطاقات. هتقولي الطاقات والله غصب عني،
حاول جرب انت لو شاغل وقتك صح، منظم وقتك، منظم البيئة المادية حواليك، محدد اهدافك صح، مش هتلاقي وقت لا تفكر في انسان ولا غير انسان. هتنظم نفسك، هتنظم بيئتك، هتنظم عباداتك، هتلاقي حياتك انتظمت. استحالة هتشتكي من اي شيء، استحالة هسمع شكوى من حد، لكن كل الشكاوى بتيجي من ايه؟ من تفكيرنا في بعض، من تفكير الشخص في الشخص الاخر. هذه العلامات الجسدية كانت تختلف من انسان الى انسان. في انسان ممكن يشعر بعلامات تختلف تماما عن انسان اخر حسب طاقة جسمه. ممكن انسان طاقة جسمه ضعيفة يتأثر بسرعة، يحصل له امراض. في انسان طاقة جسمه قوية، هالته قوية، في حائط صد ضد هذه الطاقات يقدر يقاوم، في غيرك ما يقدرش يقاوم. في انسان يحصل له علامات اكتر من علامة جسدية، في انسان ما يحصلوش ولا علامة جسدية عادي. لكن هذه العلامات الجسدية الفجائية اللي بتحصل لك بتدل على ان جسمك بيتلقى تفكير، سواء تفكير ايجابي او تفكير سلبي، وفي كلا الحالتين جسمك هيتأثر بهذه الطاقات اللي بتترسله.